السلام عليكم. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا فيديوهات وصور لهذه الفتاة الهندية، وأطلق عليها البعض لقب أبو غمزة. فمن هي هذه الفتاة؟ وما هو السبب والدافع الحقيقي لشهرتها والانتشار الكبير لفيديوهاتها؟ إنها الممثلة بريا براكاش، فتاة هندية من مواليد 1999 من ولاية كيرلا في جنوب الهند. ممثلة غير مشهورة، وسبق لها وشاركت في 3 أفلام قصيرة، ولكن بعد ظهورها في أغنية لمقطع إعلاني لفيلم يتحدث عن الحب والذي شاركت فيه بدور طالبة، وظهورها وهي تقوم بالغمز لأحد الطلاب في قاعة فصل مزدحمة وبطريقة وصفها الكثير بالجذابة. حيث لاقى الإعلان والمشهد هذا تحديدا ملايين المشاهدات خلال ساعات فقط، وأصبحت بريا حديث الإعلام في الهند، واستقبلت أكثر من 3 مليون متابع على صفحتها في الإنستغرام، وتحولت بريا من ممثلة بسيطة إلى ممثلة مشهورة. وتقول بريا أنها كانت تؤدي الحركة كما أرشدها المخرج، ولم تتوقع الانتشار الكبير لهذه اللقطة. والملفت في الأمر ليس شهرة بريا في الهند بهذه السرعة، فقد اشتهر قبلها الكثير من الأشخاص بشكل سريع وهم أشخاص عاديون، ومن بينهم هذا الشاب الباكستاني الذي كان يعمل في مقهى لبيع الشاي. فلفت انتباه الفتيات بعينيه الزرقاوات، فقامت إحداهن بتصويره ونشر الصورة على الإنترنت لتنتشر الصورة بشكل كبير جدا، وتقوم شركات كبرى بطلبه للعمل كعارض أزياء معهم. واستغل الشاب الباكستاني الفرصة وأصبح من أشهر عارضي الأزياء في باكستان. وإنما العجيب في شهرة بريا الممثلة الهندية أن شهرتها لم تحتصر في الهند فقط، بل وصلت إلى الدول العربية وبشكل كبير. بينما علق البعض بقوله أن سبب شهرتها ليس جمالها، ولكن خفة دمها وابتسامتها الجميلة والعفوية في المقطع. فالحقيقة أن الفتاة ليست جميلة في الواقع كما تظهر في الأفلام، حيث يقوم المكياج والميكاب والإضاءة أيضا بدور كبير في الأفلام لتغيير وتزيين وتجميل ملامح الوجه لأي شخص كان، ليظهر بخلاف ما هو عليه في الواقع. ويقول البعض أنه قد يكون سبب هذا الترويج لهذه المقاطع في الهند هو لأجل شهرة الفيلم الذي ستشارك فيه هذه الفتاة. وينظر البعض إلى أن سبب شهرتها في البلدان العربية هو التشجيع للانحلال الأخلاقي ونزع الحياة من الفتاة، وتشجيع طلاب وطالبات المسلمين لمثل هذه الأعمال التي تنتهي في الحقيقة إلى علاقات عشق محرمة قد تكون عواقبها وخيمة. شاركنا أنت رأيك بهذا الفيديو في التعليقات. هذا هو فيديو اليوم، وإذا عجبكم الفيديو شاركوا لأصدقائكم حتى يتعرفوا على الحقيقة الكاملة. أزيد أذكركم إذا عجبكم الفيديو وأول مرة تشاهد قناتي اضغطوا على زر الاشتراك وشغل زر الإشعارات.